اللجنة السباعية تشكلت للحاجة الفعلية اليوم لاختيار شخصية تنطبق عليه قسم من المواصفات اللي الآن للآن متفق عليها. يعني من الأمور اللي اتفقوا عليها اللجنة السباعية مثلا يعني أو كان مخرجاتها أو شيء، ثلاث نقاط أساسية لغاية الآن. قبل كل شيء أريد أعرف هي مين تتكون؟ تتكون من الأحزاب الشيعية فقط. فقط الكتل الأساسية، الكتل الأساسية دولة القانون، طيب. سائرون، فتح، الفضيلة، نصر. والحكمة والنصر. كل كتلة سمت مرشح عنها أو خلينا نقول ممثل عنها مثلاً للتفاوض. للتفاوض طيب. هذا اللي سمعناه من ضمن التسريبات الأخبارية من ضمن الأمور، لكن ماكو شيء رسمي، لكن هاي تسريبات فيما بينهم. طيب. البيت الشيعي خلينا نقول نسميه.